اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. واصل حواري مع ضيفي العزيزين. مصر تنتخب البرلمان، كيف سيكون البرلمان استاذ نجاد بهذا الشكل؟ هل الاقبال المحدود يفقد هذا البرلمان جزءا من شرعيته؟ هل هيجيب المرشحين عراه ام انه قد يفاجئنا ب تيار ديني اخر داخل البرلمان مسيطر؟ يعني اولا انا بس عايز اقول لك نسبه، يعني من الناحيه القانونيه البحته ملهاش دعوه بالسياسه خالص، نسبه المصوتين كتير قليل، البرلمان هيبقى شرعي بمجرد انه تعلن نتيجه. بس في شرعيه معنويه، ما دي شرعيه القانونيه. في شرعيه سياسيه بقى، دي قضيه تانية. الحاجه التانية ان الناس برضو لازم تعرف حاجه اساسيه، بينما تيارات كتيره مدنيه وكده مقطعه او عايزه تقاطع، التيارات الدينيه وحزب نور بيحشد، الحزب الوطني على الضفه الثانيه او يعني المنتمين للحزب الوطني بيحشدوا. فبالتالي اذا استمر الوضع ده فانت ممكن تتوقع اغرب حاجه ان بعد 4 أو 5 سنين من ثوره المصريين، سواء على الحزب الوطني او على فكره مدنيه الدوله، تلاقي برلمان مش فيش كتله اغلبيه في كل الاحوال، هتبقى ضخمه بس على الاقل هتبقى الكتل المؤثره فيه اما انها تكتل ديني او تكتل ينتمي الى الحزب الوطني. طبعا جزء منه نرجع تاني نقول جاي عشان قانون الانتخاب وحش، بس عشان المقاطعه كمان مش حاجه. الحاجه الثالثه ان انا بصراحه قلت رايي واحب اقوله مره ثانيه بشكل صريح، يعني لو الناس بتعارض هذه الحكومه وهذا النظام لازم تنزل تنتخب عشان على الاقل تنتخب ناس يعني عرضوا، انما انا هنفضل عارض من ورا تويتر والفيسبوك بتاع مش ماشيه معايا قوي. الحاجه الاخيره انه في الاخر نحن كنا نريد برلمان قوي، إذا فاتنا البرلمان القوي فعلى الأقل نريد برلمان متوازن. ده مش هيجي غير إن الناس تحاول إنها تختار زي ما بيقولوا، حتى إن شاء الله إيه يعني الأحسن في الناس اللي مطروحة، لكن أبعد من كده أنت هيبقى عندك برلمان في الآخر تركيبته غريبة جدا، وقد يساعد دون على إن المشاكل تتفاقم حتى على المستوى السياسي. بمعنى إنه أنت هيبقى في الآخر البرلمان لا يعبر عن الكتلة الأساسية المحركة للأحداث. كتلة 25 يناير هتحس بالإقصاء، جزء كبير من كتلة 30 يونيو هتحس بالإقصاء. إذا ده معنى ذلك إنه هيبقى في برلمان لا يقدم دعما للفكرتين الأساسيتين، للعدالة الاجتماعية ولمدنية الدولة. هيقدم دعم لحاجتين متناقضين، لسيطرة رأس المال على الحكم، ودولة لها طابع ديني، أو نعود مرة تانية إلى فكرة دولة الفقيه. وبالتالي أنت هيبقى قدامك برلمان لا يعبر عن شرعية الناس، لا يعبر عن شرعية هؤلاء الذين خرجوا في 25 يناير يطالبوا بالحرية وبالعدالة الاجتماعية. بس من المسؤول؟ أليس هم أيضا مسؤولين عن هذا الغياب أو الشرعية؟ هقول المسؤولية مشتركة بصراحة. تمام. هناك مسؤولية مشتركة، يعني هناك يعني في عندك مشاكل، في تضييق على مجتمع مدني، في وضع ناس نشيطه في السجون من غير منع قانون التظاهر، مش عارف ايه، دي حاجات عمليه حكومه. وفي ان الاخرين ايضا عمليه القمص في السياسه مش ماشيه، يعني حضرتك انا ممكن تبقى قدامي حكومه ضرباني بالجزمه، ما ينفعش اطمس اقعد في البيت، انزل في الشارع واعتبر ان الانتخابات دي فرصه لكي اؤيد مطالبي. وبالتالي الذين قرروا ان يمكثوا في البيوت لان هم زعلانين من ممارسات غير ديمقراطية من حكومة حالية، هم في الحقيقة بيساعدوا، والحكومة اللي هي قفشت على المجتمع المدني والنشطاء والبتاع ما تجيش بقى في الآخر تطالبهم انهم يشتغلوا. يعني احنا عندنا حاجة حصلت بصراحة بقى من غير زعل منذ 30 يناير. هناك 30 يونيو هناك تحالف جرى فضه بقسوة دون مقتضى ودون أن نفهم حتى الأسباب التي أدت إلى ذلك. في الآخر الكل هيطلع خسر. تحالف مين ومين؟ في تحالف وطني كان اجتمع في 30 يونيو يطالب بالحرية. ما هو انت خد تاريخ مصر بعد اذن حضرتك، طلبت في 25 يناير طالب الناس بالعدالة الاجتماعية، يعيشوا حرية اجتماعية. في 30 يونيو طالبوا بمدنية الدولة. في التفويض اللي عملوه للسيسي بعد كده قرروا انهم سيكافحوا الارهاب. دي بيع على بعضها، ما ينفعش تاخد منها اللي يعجبك وتسيب اللي يعجبك، فاذا خدت انت منها بيعه التفويض والحرب على الارهاب لوحدها تبقى انت خليت. فهذا التحالف اللي كان بيتكلم عن العيش والحريه ومدنيه الدوله والحرب على الارهاب اختزل كله في الحرب على الارهاب، فبقت في ناس اللي كانت نازله العيش والحريه زعلانه، اللي نازله للدوله المدنيه حتى زعلانه. انت عندك اسلام بحيري خد 5 سنين بالهنا والشفاء، عندك حكم طالع من مجلس الدوله ما تاخذنيش يعني بيصم واحده كان لها دور مهم
انها ما ينفعش تبقى في البرلمان اكمنها رقاصه، مع انه انا اول مره اعرف ان الرقص في مصر يعني عيب ونقيصه، كل المسؤولين بيجيبوا رقصين ويعني وحاجه جميله يعني وفنانات ومعروفات. فانت عندك حاجه مش منطقيه، تعود الدوله المدنيه بشكل او باخر، تختفي العيش الحياه بشكل اخر، فضل عندنا مكافحه الارهاب. مكافحه الارهاب ما تعملش برلمان كويس. طيب دكتور، هل تعتقد ان المشهد يمكن ان يتغير بين ليله وضحاها؟ يعني اللي احنا شايفينه النهارده ممكن يبقى بكره مختلف؟ لا يعني لا اعتقد انه ده هيحصل تغيير، حتى مع الاجراءات اللي ممكن حضرتك بقى نتكلم فيها، ان تدي تسهيلات بكره للموظفين والعمال يخرجوا او ما الى ذلك. لو اديت اجازات وقلت ان عندي 10 مليون موظف في القطاع العام والخاص وانه هيتخصم منك هذا اليوم، دي اللحظات الاخيره اللي هي اللي يعني دايما احنا بنعملها، بتجيب الجون دايما في الوقت الضايع، عايز اجيبناه عشان ان احنا نثبت ده. لكن هي المؤشرات العامه احنا يعني لا تصل النتيجه الى اكثر من 40%، ده يبقى ده طموح كبير جدا لو وصلنا الى هذا الرقم، لان انت في النهايه متجه بقوه. انا شايف رقم كبير 40% لو حصل 40% انا هبقى طاير. لا لا 40% ده يبقى يعني نجاح خلاص، يعني ده مبالغين قوي يعني. فاحنا بنقول نطمح في هذا، لكن انت ماشي بقوه الى مجلس نواب مستقلين غير واضح المعالم، ملوش هويه بصوره او باخرى، هيبقى يسيطر عليه فكر الهواة. هي القضية دلوقتي انه كيف سيدير هذا المجلس الدولة المصرية في مرحلة انا اتصورها مرحلة خطيرة. انت حضرتك بتتكلم على دستور مفترض يترجم لتشريعات، اي تشريعات هتشتغل عليها؟ تشريعات اقتصادية متضاربة ولا تشريعات مجتمعية او تشريعات تشرع لفكر جديد للدولة ام ماذا؟ فبالتالي عندك مشكلة خطيرة ان انت هذا المجلس هو المفترض ان يعبر على كل هذه السياسات. الواضح ان هذا المجلس لن يعبر عن كل هذا، وبالتالي قفزا على كل النتائج في اي تحليل سياسي انه الشواهد بتقول هذا، وبالتالي هي القضيه مش من يمثل في المجلس القادم. يعني انت النهارده مش بقضيه ما سوف تاتي به القوائم، سواء فرص تمكين للشباب او المراه او الامور، لانه موضوع الحصص ده كلكم تعلموا يا جماعه انه لا يبني تجربه تحول ديمقراطي وسياسي، اذا اتقبل به في مراحل معينه لكن ليس هو بالصوره اللي حضرتك ممكن تبني عليها في المرحله اللي جايه. المشكله انه انت داخل مجلس نواب جديد عندك ازمه اقتصاديه كبيره، الرؤيه الاقتصاديه غير واضحه المعالم، داخل في سياسه حكومه غير واضحه المعالم، مفترض تقدم جدول اعمال، سياسه عامه واضحه في الملفات الاقتصاديه اللي هي تهم المواطن. المواطن النهارده مش هيهمه قوي انه وصول لمجلس النواب بقدر ما يهمه كيف سيتعامل مع هذا، وبالتالي اعتقد في جزء من ده هيبقى تبعات ترحل للرئيس. كل هذه الازمات اللي حضرتك شايفها دي واللي احنا بنتكلم فيها، احنا ممكن نتفق او نختلف، انا اتصور انها ازمات مرحله للرئيس، وازمات مرحله للرئيس لكيف يتعامل معها. الرئيس ربما على غير التصريحات المباشره قال من 10 ايام ان الحكومه مستمره، ودي نقطة مهمة يجب أن نتوقف أمامها، أن الحكومة مستمرة وأنه رئيس وزراء مستمر بعد أداء الانتخابات. فالناس سألت على طريقة الدستور أيامها ما قال كتب نوايا حسنة وما إلى ذلك، هل هذه الحكومة هتستمر بعد تشكيل مجلس النواب القادم؟ طيب إذا استمرت بقى يا أستاذ خيري، على أي جدول أعمال ستعمل هذه الحكومة وأنت داخل على سياسات مصيرية؟ القضية مش تشريعات هتشرعها، لكن انت مفترض هتترجم اعمال الدستور الى تشريعات ولوائح. القضيه مش هتمرر كام تشريع اتعملوا في فتره الرئيس المؤقت والرئيس السيسي. القضيه ان انت حضرتك بتفتقد كل هذا، تفتقد الرؤيه، تفتقد المنهج، تفتقد الاولويات، مفيش عندك افتقاد كامل للرؤيه، بالتالي في نوع من الضبابيه ستحكم هذا المجلس. انت بتسمع حضرتك كلام كتير قوي على لسان قائمة معينة، أنت تعلم وأنا أعلم أنها لا علاقة بالدولة بصورة أو بأخرى، لكن لا يصح أن احنا نقول أنها هتاخد 300 مقعد من الآن ثم نتكلم على أننا سنكون ظهيرا للرئيس. قائمة تاخد 300 مقعد إذا كانت القائمة كلها 120 مقعد كده. فطبعا ما أنا بقول لحضرتك مجموعة هواة وتصريحات عبثية لا يصح أن تقال يعني، وبالتالي هذا هو المشهد السياسي. أنت محتاج إلى أن يكون هناك رؤية، والرؤية مفتقدة تماما. وأعتقد أن مثل هذه الأمور بقى اللي احنا بنتكلم فيها هترحل لمؤسسة الرئاسة كثير من الأزمات في المرحلة المقبلة، مش في قضية أن الحكومة تستمر أو أن الحكومة تؤدي عملها أو أن الحكومة تستطيع أن تنجز مهامها. أنت داخل على خيارات صفرية، داخل على صفرية. سياسات صفرية، يعني داخل على سياسة اقتراض مع صندوق نقد دولي، بتعمل سندات دولارية وإحنا مش عارفين على أي أساس بتاخد هذا القرار.
في ضغط على الحكومة عشان تعمل تعويم للجنيه، في قفزات هائلة في معدلات الاستثمارات الطاردة خارج النطاق الاقتصادي والمنظومة الاقتصادية. مثل هذه الأمور ستربك المشهد السياسي المرتبك أصلا نتيجة لسيطرة فكر الهواء على الذين سيديرون العملية السياسية داخل مجلس النواب. وبالتالي كل هذه الأمور أنا في تقديري هترحل أزمة للرئيس، كيف ستعامل معها؟ هل سيقبل بالتعامل معها؟ القضية مش في أنه لن تكون هناك منازعة لصلاحيات الرئيس، نحن نعلم جيدا الدستور حددها، موضوع مناكفة الرئيس في صلاحياته لن تتم، وبالتالي الأمور بعض الإعلاميين النهاردة وبعض الزملاء ظاهرين على بعض القنوات ويقول لك أصل المشكلة في الدستور لازم تنزله عشان الدستور ده كارثة على البلد فلازم تنزله عشان الدستور يعني. هل يمكن أن تكون هذه وسيلة دعوة؟ لا أعتقد، لانه طبعا انت عايز تخوف الناس. انا عايز اقول لك ان اللي قالوا كده هم قالوا ان الناس انزلوا صوتوا على الدستور ده، الدستور ده عظيم وهينقلنا. استاذ خيري انت عايز تعمل تخويف للناس وعايز تخوف الناس في لحظات معينه لحسابات لازم معينة. ارهبهم يعني تمام. فانت بتعمل نموذج الترهيب لنزول المواطنين زي ما حصل اليوم التالي في انتخابات الرئاسه. نعم. واذكرك يعني رجال الاعمال عملوا ايه وفتحوا المصانع ونزلوا الناس وعشان ينتخبوا عشان نسبه تعلى. قالوا ما كان لازم يعملوا كده يسيبوا الناس اللي عايز ينزل يصوت لازم فانت النهارده عايز توجه، وده يؤكد لحضرتك ان احنا برضو يعني اللي بيتكلموا عن التوجيه يقولوا لنا فين يعني انت كنت بتتكلم في مراحل معينه في خيري على ايه؟ على التوجيه والحشد. مصر تفتقد القدره على تكتيل المصالح النهارده وتوجيه المواطنين. فين 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 المواطنين ما بيجوش كده. مفيش حاجه انا عشان كده كنا طول الوقت بنسعى ان يكون هو حوار عقل. حتى انت ليه ما بتنزلش طب نتناقش في الواقع السيء نغيره ازاي مع بعض؟ استاذ نجاد الأخبار متناثرة، قبض على سيدة في العمرانية بتدفع فلوس، سيدة ترفض 50 جنيه، بعض المشكلات المادية والتوزيع وخلافه، تهليل من الإخوان المسلمين وممن ينتمون إليهم وبيقولوا شكرا للشعب المصري على إيه؟ هل تعتقد أن مع أن أنا شايف اللجان بدأت تتحرك شوية، بدأ فيه ناس أهو مع المغرب ولسه عندنا ساعة وساعتين إلى ربع ممكن نلاقي فيهم تغيير كبير، يعني انا شايف اللجان احسن بكتير. هل تعتقد ان الاخوان لهم اي دور في غياب الناس حتى الان؟ لا لا لا، بص انا من الذين يرون ان الاخوان المسلمين خرجوا نهائيا من المشهد السياسي، بصرف النظر بقى يعجبنا ما يعجبناش، احنا بنتكلم عن الحقيقه واقع. نعم. خرجوا من المشهد السياسي وبالتالي هم ما لهمش اي دور في ده. انما اللي هتسالني طب هم يبقوا سعداء؟ سعداء مش سعداء، هذه مساله نسبيه، لكن فعليا هم ما لهمش دور. فكره انه الناس اللي ما نزلتش دي اخوان او واخدين فلوس من الاخوان، احنا كده بنضحك. لا لا بعيدا عن الجمله دي، لا ده هم بيتكلموا عن ان الشعب استجاب. لا هم اساسا الدعوات المقاطعه حتى اللي جت ما جتش اساسا من الاخوان، يعني في دعوه زي في قايمه زي صحوه مصر قالت ما طلعتش كمان الناس المقاطعه، قالت احنا مش هننزل الانتخابات، احنا عندنا مشاكل ومش هننزل الانتخابات، انما يعني ما فيش كانش في دعوات. اللي حاصل هو شعور من الناس بانه هناك تهجير للمواطن من العمل السياسي. اصل الانتخابات دي ايه؟ الانتخابات دي فعل سياسي، يعني الناس لما بتهتم بالسياسه وتحب السياسه وتتكلم في السياسه تبقى الانتخابات دي جزء منها. لما الناس ما تحب يعني السياسه تهجر من السياسه وتبقى ممارس للفعل السياسي خطر في حد ذاته، الناس ما تشتغلش السياسه. فده جزء. بص هذا هو حصاد ما زرع من محاولة تهجير كثير من الناس من العمل العام. طيب انت كلمت الحكومة كتير وكلمت النظام كتير وقلت هذه الرسائل. الناس اللي مش عايزة تنزل هل لديك ما تقول لهم؟ انا باللي بقوله هو اللي انا قلته وكتبته. عمر ما كانت المعارضة، انا من الذين سينزلون وينتخبون من المعارضة لانني لا اريد حتى للرئيس ان ينفرد بسلطة التشريع. يعني انا نازل عشان اختار ناس تشرع، انا مش عايز الرئيس ينفرد بسلطة التشريع، انا معارض. انا ارى ان الذي ان المعارضة فعل ايجابي، والفعل الايجابي هو ان الناس تنزل وتختار اسوأ احسن الوحشين احسن الوحشين. لانه غير كده انت عايز ايه؟ غير كده انت عايز إيه؟ احنا بقالنا سنتين الرئيس هو اللي بيشرع، طب نجيب برلمان يشاركه حتى صوت التشريع، هيبقى على الاقل هيبقى القانون بنسمعه. لا هو مش بس نسمعه، انا عايز اقول حاجه، هيبقى من 500 نفر في البرلمان عندنا 50 نفر هيرفعوا اصواتنا، 10%، مش معقول مش عارف نجيب 10%، 10% دول يعملوا كتير نقطه او للصدر. بشكرك جدا. اهلا وسهلا. بشكرك يا شكرا لحضرتك استاذ خير. بشكركم، دي كانت نهايه فقرتي في هذه التغطيه المباشره من سي بي سي وسي بي سي اكسترا، بنقدم لكم مصر تنتخب البرلمان، ما زلنا متواصلين معكم حتى الساعات الاولى من صباح الغد.
بعد قليل سيكون معكم زميلي العزيز محمد عبد الرحمن، ومن بعده زميلتي العزيزة لميس الحديدي. نتابع معكم إن شاء الله، تنعنش كده والناس تنزل والحكومة تفوق وتراجع نفسها وتطلع مرة تقول أنا اتعاملت غلط. صحيح حكومة اتغيرت، حكومة جت قبل انتخابات في أوقات صعبة جدا، هنقول إيه؟ هي دي الحكومة. الله غالب، الله غالب، الله غالب. لا بلاش الله غالب، مش بتاعتنا. الله كريم. ربنا يعمل هو عايز. نلتقي بعد الفصل.